الكلمة أقدر أقول لابني صالح: يا صالح الله لا يبارك فيك، تعال 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 يا خم النوم لساعك نايم. وأقدر أقول: يا صالح يا ولدي يا حبيبي قوم يا عمري قوم. وأقدر أقول بعد ما أحط يدي تحت رأس صالح وأنا جنبه على السرير ألعب له بشعره أقول له: قوم يا صالح قوم يا حبيبي قوم يا عمري قوم، وأطبطب عليه حتى لو كان كبيرا. أمتع يوم يصحى فيه طفلي الصغير يوم اللي أنا أصحيه، أندس تحته تحت اللحاف جنبه، دخل يدي تحت راسه وأبدأ أسوي له مساج على ظهره، وأنا أخترع من الأغاني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، أي كلام تخبيص يطلع مني، بس المهم بآخره في كلمة حبيبي. هو تشوفه كده يتمطع وكأنه يخرج من تحت البحار السبعة، بس منتشي والابتسامة على وجهه، وشوية يحط يداته علي ويعانقني ومثل البسة يدس راسه في صدري، لأنه يشعر بالكلمة الحنونة الدافئة. هذا هو نفسه تقدر تسويه مع زوجتك، أحسن ما توقف فوق راسها مثل سجانين غوانتانامو إلى متى تبغي تظلي نايمة؟ أبغى أروح الشغل أبغى أفطر قومي. أو مو بس في سجانين بغوانتانامو، في سجانات كمان تجلسي فوق راسه، أنت ما تبغى تصحى، ما أنت عارف إن إحنا نبغى نروح لبيت أخويا اليوم، قوم. إذا أنت مديها مساحة، إذا ما أنت مديها مساحة لا والله ما تقدر تقول هذا الكلام، بس ممكن تسوي لك حركة ثانية، تدخل الغرفة وتخرج وترزع الباب عشان تصحى. إذا ما تصحى بالطيب تصحيك بطريقة أخرى. أما الكلمة، احرصوا أن تلفظوا أسماء أبنائكم وفي أعقاب الاسم أي كلمة حلوة تطرف على لسانكم. لما نقول الأبناء أنا أقصد الأبناء والبنات، لا أحد يحاسبني على المذكر والمؤنث. لما أقول زوج فأنا أقصد الزوج والزوجة، سامحوني. فالكلمة الطيبة كما تعلمون صدقة. في يوم من الأيام معاذ بن جبل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن، يعني أنت تقول عن تكلم عن، قال: وهل يؤاخذنا الله يا رسول الله بما نقول؟ إيش قال له؟ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. الكلمة الطيبة مو مع أبنائك بس، ولا مع بناتك، ولا مع زوجك زوجتك، ولا مع زوجتك. أنت ممكن تشوف بني آدم في مكان ما يستحق الكلمة الطيبة، قولها. يمكن قبل 3-4 رحلات من حوالي شهر كنت راجع من الشرقية، فالطيار، لا والله رايح يا ربي للشرقية، فالطيار طالعين من جدة تأخرت الطيارة فاعتذر مرتين، نادرا ما يسوى الطيارين. لما خلاص نزلنا قلت للمضيف: ممكن بس تفتح لي الباب على الطيار؟ قال لي، قلت بس أبغى أقول له كلمة. فتح الباب، قلت له: أشكرك يا كابتن، أول مرة من سنين طويلة أسمع كابتن يراعي خاطر الركاب ويحترمهم ويقدرهم ويعتذر لهم، الله يبارك فيك ويوفقك، سلام عليكم. إيش خسرت؟ إيش خسرت؟ ولا شيء. ولكن هو بعد هذه المقولة سيكون أكثر حماسا كي يحترم الناس اللي معاه في الطائرة. هكذا نرسخ قيم الشيء الطيب في نفوس الناس، مو بالنقد الدائم، زي ما نوقد زي ما ينبغي أن نقول الكلمة الطيبة.